أصيب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية مارك ليبرت بجروح بعد تعرضه لهجوم مسلح فيما كان يتوجه صباح اليوم لحضور اجتماع في العاصمة الكورية سيول. وقال مصدر في الشرطة أن السفير تعرض لجروح نتيجة هجوم مسلح بآلة حادة، في حين أفادت تقارير بأن الفاعل ردد أثناء تنفيذ هجومه شعارات تدعو إلى توحيد الكوريتين، وأيضا عن رفض المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. هذا وتم نقل المبعوث الأمريكي إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اعتقال المهاجم. وصرحت الخارجية الأمريكية بأن جراح ليبرت غير خطيرة.